مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ومعانا في هذه اللحظات لقاء هام جدا مع احد النجوم التاريخيين للمغرب لفريق الوداد للمنتخب المغربي، نجم كبير شرف العرب في العديد من الدول الاوروبيه، وهو الكابتن عزيز بودربالا، احد اللاعبين الكبار جدا واحد اللاعبين اللي حصلوا على لقب افضل لاعب داخل افريقيا. كابتن عزيز برحب بك على شاشه قناه الاهلي. الله يبارك فيك وشكرا على الضيافة وكذلك على هذا التقديم الرائع. شكرا واهلا وسهلا ومرحبا بكم بطبيعة الحال وانتم في بلدكم الثاني. حضرتك لعيب كبير ونجم كبير جدا بالنسبة للعرب بشكل عام واكيد للمغرب، لكن طبعا مقبلين على مباراة هامة جدا الاهلي والوداد في اياب الدور النهائي من دوري ابطال افريقيا. رؤيتك للمباراة دي من الناحية الفنية شايفها ازاي، خصوصا بعد المباراة السابقة والتعادل الايجابي بنتيجة 1-1 في مصر؟ اولا احنا شرفنا بانه كثير هذا النهائي ابطال افريقيا يكون المنافسه تكون ما بين اثنين من اقوى الانديه العربيه او من اقوى الانديه العربيه، نادي الوداد البيضاوي ونادي الاهلي. ف صراحه المباراه حتكون قويه جدا وأظن معقدة كمان، لأنه من بعد مباراة الإسكندرية الوداد طبعا فاز أو تعادل، حاول يسجل إصابة في الإسكندرية، يعني هذه الإصابة كتعطيه أو التعادل كيعطيه الامتياز طبعا هنا في مدينة الدار البيضاء، ولكن هذا ما كيمنعش بانه طبعا انتم عارفين وتبعتوا الاحداث بانه هنا في المغرب واحد العدد ديال المحبين المتتبعين للكره في المغرب يعني كانوا فرحانين كثير ولغايه دلوقتي الفرحه واضحه عليهم بصراحه. صحيح صحيح، ولكن المباراه لسه يعني ما انتهتش، واحنا امامنا الاهلي مش فريق عادي جدا. الاهلي انا في عيني رقم واحد في العالم العربي وكذلك حتى في القاره الافريقيه، وعنده خبره وتجربه في هذا المجال. اظن حسب الاحصائيات النادي الاهلي في هذه المنافسه لعب 10 نهائيات وفاز ب8، فالوداد هذه ثاني مره كي لا او ثالث مره، لانه فاز مره وخسر في 2011 المره الثانيه وهذه المره الثالثه، فكان هناك الخصوصيه هذه المباراه، وهو كيف قلت النادي الاهلي هرم الكره العربيه امام هرم اخر كرة العربية وهو نادي الوداد البيضاوي. فخصوصية هذه المباراة وهو الوداد أظن أكثر حماس ورغبة في بالفوز في هذه المباراة هذه. فكيف قلت المباراة حتكون معقدة أنا في رأيي. الوداد مش اكثر رغبه ولا حاجه، الاهلي ايضا عنده رغبه كبيره جدا ان هو يفوز بالبطوله دي ان شاء الله، لكن شايف ان فرص الوداد افضل بالنسبه للفوز باللقب بعد التعادل في المباراه الاولى، ولا شايف ان الامور لسه متساويه ما بين الفرقتين؟ لا 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 لا، الامور لسه يعني هناك متساويه، لان كيف قلت احنا امامنا نادي عريق، نادي كبير، نادي الاهلي ذو خبره كبيره وخبره وتجربه. ف لقدر الله يعني في بداية المباراة الأهلي سجل هدف، فالأمور حتصير يعني معقدة بالنسبة لا بالنسبة للوداد ولا بالنسبة للأهلي، ولكن خاصة بالنسبة للوداد، لأنه احنا كنلعبوا في بلدنا ويعني أمام جمهورنا. احنا كنعرفوا بأن الجمهور الوداد البيضاوي جمهور يعني كبير ويساند الفريق بقوه، فكيظهر لي هذه يعني النقطه يعني المهمه يعني والجانب الكبير اللي احنا يعني كمتتبعين او كمحبين للنادي الوداد البيضاوي مركزين اساسا على هذا الجانب لكي
تكون ضغوطات كبيرة على لاعبين الأهلي. من وجهة نظرك الفنية، وانت اكيد نجم كبير وعايز تستغل فرصة تواجد حضرتك معانا، مين اللاعبين اللي ممكن يرجحوا كفة فريق عن الآخر سواء في النادي الأهلي او في فريق الوداد؟ طبعا هو الأهلي انا كنظن هناك لاعبين يعني مصابين، ف انا صراحه في هذه المباراه في هذا اخي امير في مباراه في هذا الحجم ما كنشوفش يعني هناك لاعب او لاعبين ممكن يعملوا الفارق في هذه المباراه، لان كيف قلت لحد الان وانا على يقين بان لا مدرب الوداد البيضاوي وعموته ولا المدرب الاهلي لحد الان يعني هناك يعني ممكن تكون هناك يعني خطه في دماغ كل يعني قصدك سيناريو او شكل معين يبتدوا. لا تماما، لكن لحد الان هناك تحفظات، لانه هناك حيكون كل مدرب او كل فريق حيدخل بخطه لعيب، هذه ما فيها شك، ولكن انا اظن السيناريوهات حتتغير في المباراه، لانه بالنسبه للاهلي لاعب خرج الديار ديالو في مدينه الدار البيضاء امام الوداد، يعني في بيته امام جمهوره، فاظن ممكن يبدا المباراه بضغوطات يعني كبيره على لكي يعني يخلق بلبله ويخلق رعب في دفاع الوداد البيضاوي، ممكن يلعب يعني كيف كنقولوا في لغتنا الكرويه يعني بضغط متوسط، وممكن يستنى يعني ردت اولا يعني فعل الوداد البيضاوي، هل هو كمان يعني حيضغط منذ بدايه المباراه؟ فكيف قلت هناك اشياء كثيره ممكن تتغير، سيناريوهات ممكن تتغير في هذه المباراه. عندنا لاعب ومهاجم مميز جدا من المغرب وليد ازارو، عايز اخد تقييمك لهذا اللاعب في الفتره اللي لعبها حتى الان مع النادي الاهلي. شوف وليد ازارو انا صراحه ما كنحسدوش على يعني مكانته الان، لانه لاعب كان هذه سنتين مغمور يعني مش معروف هنا في المغرب، في فتره قليله يعني بدا كيلعب بطبيعه الحال في مشوار الكروي في نادي محترف في الدفاع الحسني الجديدي، وبعدها يعني بدا في فتره قليله جدا ينادى عليه في المنتخب المغربي، فاصلا من بعد هذه الفتره شوف بيحترف في مصر وفي نادي الاهلي، صراحه يعني لاعب اخر اظن ممكن يوقع له خلل في دماغه، فهو اظن خلل بس يعني ايه عشان نوضحها، يعني قصدك ايه؟ يعني قصدك ان الموضوع بالنسبه له نقله كبيره ان هو يبقى من فريق يمكن متوسط هنا في المغرب زي الدفاع الحسني الجديدي ويروح لبطل القاره او بطل القرن في افريقيا هو النادي الاهلي؟ لا مش ما كنهضرش انا، يعني كان كيلعب في نادي النادي الدفاع الحسني الجديد، ولو يكون كان كيلعب في الوداد البيضاوي او يعني حتى في الفتح الرباطي او اي فريق من اكبر الانديه في لا انا كنهضر يعني في الظروف اللي عاشها يعني القليله، يعني اصبح بيلعب في نادي الاهلي هرم الكره العربيه، ف كيف قلت شاب اخر ممكن يوقع له يعني كيف قلت خلال داخل يعني في داخله، لانه مش سهل، وخاصه الان وليد انا في رايي صراحه هو اللي كيقوم به شيء رائع جدا، يعني رغم كتكون مستوى في بعض الاحيان ادنى من المتوسط، ولكن في العمق هو كيف قلت هذه الفتره اللي داز فيها وكيلعب في نادي الاهلي وما كيمتلش بطبيعه الحال الخبره والتجربه في مباريات افريقيه كبيره في هذا الحجم، الله يكون في عونه، يعني عنده ضغوطات كبيره، ولكن اظن إلى مشى بهذا المستوى بهذا الريتم
ممكن يكون من أقوى اللاعبين العرب والأفارقة يعني مستقبلا. إن شاء الله نتمنى له أكيد كل التوفيق مع النادي الأهلي. لكن نسترجع الذكريات شوية، وأنت أحد اللاعبين الكبار زي ما قلنا في المغرب وفي القارة بشكل عام. قل لي الصداقات اللي ما بينك وما بين لاعبي النادي الأهلي السابقين كانت مع مين؟ قل لي برضو أنتوا أكيد شاركتوا في كأس عالم 86، فزتوا على ألمانيا، ذكريات كبيرة وجميلة بالنسبة للشعب المغربي. لكن بالتحديد عايز أتكلم عن ذكرياتك مع اللاعبين المصريين، خصوصا إن كان في مواجهة في تصفيات كأس العالم 86. قل لي مين أقرب أصدقائك من المصريين أو من لاعبين النادي الأهلي؟ أنا أولا من أقرب أصدقائي كاين طبعا هرم الكرة العربية الإفريقية الكابتن محمود الخطيب، ونتمنى إن شاء الله بحول الله نشوفه اليوم يعني هنا في الـ في الـ في الدار البيضاء. وكاين الكابتن نادر السيد، وكاين كابتن شوبير، وكاين كابتن طارق أبو زيد، وكاين كابتن حسن شحاتة، وكاين الكابتن عبد الغني. فكان هناك واحد العدد ديال اللاعبين صراحة اللي بقت ما بيننا يعني علاقات ود ومحبة واحترام، ف يعني منذ يعني فترة السبعينات. فطبعا احنا بالنسبة لنا ذكرتي كأس العالم 1986، فكانت تزامنت مع كأس إفريقيا للأمم بمصر، وحنا كنا متواجدين طبعا في المجموعة الإسكندرية، وكانت في شهر مارس، يعني كانت ما بين فترة كأس إفريقيا وكأس العالم يعني فترة قليلة جدا، ثلاث أربع شهور. فكانت بالنسبة لنا احنا صراحة من أفضل يعني الاستعدادات لكأس العالم 1986، لأنه لعبنا مباراة مهمة جدا، وكانت عندنا علينا ضغوطات كبيرة كذلك في مصر، لأنه كان المنتخب الوطني المغربي يعد من أبرز المنتخبات العربية والإفريقية، وكان مرشح بالفوز لهذه الدورة. وانتم عارفين يعني احنا تقصينا مع ضد المنتخب المصري في الإسكندرية، ولكن صراحة كانت هناك يعني كيف قلت فترة جميلة وفترة مهمة بالنسبة لنا كاملين، لأنه كيف قلت نفعتنا كثير في لخوض مباريات كأس العالم. آخر سؤال، المنتخب المصري قدر ان هو اخيرا الحمد لله وصل لنهائيات كأس العالم، انطباعك عن وصول منتخب مصر لكأس العالم، وايضا فرص فريق او منتخب المغرب امام كوت ديفوار في المباراة الاخيرة اللي خلاص كمان كام يوم، لو المنتخب المغربي تعادل يتأهل مباشرة لكأس العالم، بس هي المباراة هتبقى صعبة عشان هتبقى كمان في كوت ديفوار. انطباعك عن منتخب مصر وتأهله، ورأيك في مباراة المغرب وكوت ديفوار، ومن الاقرب للتأهل لكأس العالم؟ اولا المنتخب المصري طبعا هو هذا بدون شك عند يعني يتكون من جيل ممكن نقول ذهبي، لانه فيه واحد العدد ديال اللاعبين مميزين ومهمين وبيلعبوا في انديه اوروبيه كبيره. والدليل هذا هو المباراه شفناه في كاس افريقيا الاخيره، للاسف كان اظن هو الافضل بالفوز بهذا اللقب. فأنا متأكد إن شاء الله بحول الله يعني في كأس العالم المقبلة حيكون إن شاء الله بحول الله مع المغرب، يعني إن شاء الله مع المغرب المنتخبات اللي حتتمثل وتشرف الكرة بطبيعة الحال العربية. فبالنسبة للمنتخب الوطني المغربي صحيح هو عندنا مباراة صعبة جدا في الكوت ديفوار في أبيجان، وحنا كنا كنعرفوا منتخب الإيفواري منتخب قوي، ولو كذلك عنده لاعبين لهم خبرة وتجربة في هذا المجال، ولكن ان شاء الله بحول الله يعني احنا الاستعدادات اللي دارت من قبل، وكذلك حتى الامكانيات اللي وفرت للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وفي شخص الرئيس فوزي القجع، يعني كل الامور غاديه في احسن الظروف، والمعنويات اللاعبين يعني مرتفعه كثير،
وخاصة يعني كيف قلت لاعبي المنتخب الوطني المغربي، هناك نقطة مهمة جدا، وهو أغلبيتهم دي آخر فرصة لهم باش يشاركوا في كأس العالم. فأظن إن شاء الله بحول الله بعون الله عندنا حظوظ أوفر للفوز في هذه المباراة هذه، وحنا نكونوا جميعا إن شاء الله بحول الله في روسيا. شكرا. شكرا كابتن عزيز مصطفى. لا لا، شكرا على واجب، وانا نغتنم هذه الفرصه باش نبوس كل المتتبعين القناه الاهلي، ونتمنى نشوفكم فرصه اخرى ان شاء الله بحول الله. شكرا. لا شكرا على واجب. ده كان لقائنا الهام جدا مع كابتن عزيز أبو دربيلة، أحد النجوم الكبار في تاريخ الكرة المغربية. أكيد كان قبل المباراة الهامة جدا ما بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، واللي بكل تأكيد نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة، ويقدر إن شاء الله يحقق هذه البطولة ويرجع مصر لكأس دوري أبطال أفريقيا.